قبل ما اخوض بتفاصيل هالتحقيق بدي اوضح انه الهدف من الفيديو مش مناقشة قضية الحجاب بشكل خاص او التطرق الى تفاصيل دينية، فالحجاب فرض بلا شك بالشريعة الاسلامية وهو موضوع غير قابل للنقاش. اللي رح نجرب نحكيه بهالفيديو هو استعراض ظاهرة اجتماعية اثرت بشكل كبير بالمجتمع المصري والعربي على مدار السنوات الماضية، حيث كانت محط اهتمام الصحف والمجلات والاعلام. نجمات هالظاهرة كانوا بصدارة العناوين الرئيسية ولعبوا أدوار بارزة بتغيير المشهد الثقافي والفني بالمنطقة العربية. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من قناتكم المفضلة. رح ناخدكم اليوم برحلة لعالم الفنانات العربيات اللي أثاروا جدل كبير بقراراتهم المتذبذبة بين ارتداء الحجاب وخلعه. قصص مليانة مفاجآت وتحولات وكتير من العواطف. جاهزين؟ ضغطوا لايك وخلونا نبلش. حلا شيحة فاجأت جمهورها بإعلان عودتها للساحة الفنية بعد ما غابت 12 سنة. كان آخر ظهور لها بفيلم كامل الأوصاف مع الفنان الراحل عامر منيب، ومن وقتها قررت ارتداء الحجاب ومن ثم النقاب وإنها تبتعد تماما عن الأضواء. وبمرور الزمن تغيرت قناعاتها على ما يبدو ورجعت للفن بعد ما خلعت الحجاب لتبدأ رحلة جديدة من حياتها الفنية. عبير صبري كانت هالنجمة صدمت الوسط الفني بقرارها المفاجئ بارتداء الحجاب واعتزال الفن. كانت وقتها بأوج نجاحاتها ضمن مسرحية دوريمي فاصوليا مع النجم الكبير الراحل سمير غانم. اعتزلت عبير لعدة سنوات وقدمت خلال هالسنوات برامج دينية، ولكنها رجعت للساحة بعد خلعها للحجاب لتواجه موجة من الانتقادات بسبب أدوارها الجريئة. المطربة شاهيناز اللي انطلقت من برنامج ستار ميكر بأغنيتها الشهيرة قولي قولي قررت بعام 2008 ارتداء الحجاب والابتعاد عن الغناء التقليدي، وصارت تطلق أناشيد دينية، ولكنها بعد 9 سنوات عادت لتخلع الحجاب وتستأنف مسيرتها الغنائية بالشكل اللي اعتاد عليه الجمهور. موناليزا البطل الشهيرة لفيلم همام في أمستردام اختفت عن الأضواء بعد ارتداء الحجاب وهاجرت إلى الولايات المتحدة، لكن الحنين للفن لم يتركها فرجعت لمصر وخلعت الحجاب بحثا عن أدوار جديدة بتلي بطموحاتها. الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر ارتدت الحجاب لفترة قصيرة بعد وفاة أحد أفراد عائلتها، لكن بعدها بوقت لاحق خلعته واستأنفت مسيرتها الفنية، واعتبرت أنه قرار ارتداء الحجاب كان لحظة عاطفية أكثر منه قرار دائم. الفنانة نورهان وبعد شهرتها اللي حققتها بمسلسل عائلة الحاج متولي ابتعدت عن الفن وارتدت الحجاب لفترة، ولكنها عادت بعد انفصالها عن زوجها وخلعت الحجاب لتستأنف مسيرتها التمثيلية. الخبرية الغريبة بين الأسماء هي خبرية الراقصة الشهيرة دينا. دينا للي ما بيعرف ارتدت الحجاب لفترة قصيرة بعد أزمتها الشهيرة مع زوجها، أزمة السي دي اللي تسرب والفيلم اللي تصور، لكنها سرعان ما رجعت لحياتها الطبيعية واستأنفت نشاطها الفني بدون حجاب. غادة عادل الفنانة الشهيرة ارتدت الحجاب كمان لفترة بنهاية التسعينيات بسبب شائعات حول ضغط زوجها عليها، ولكن بعد سنوات قليلة رجعت للساحة الفنية وخلعت الحجاب ورفضت التحدث عن الأسباب اللي دفعتها لأخذ هالقرار. صابرين هي وحدة من النجمات المصريات اللي أثاروا الجدل بشكل كبير بسبب الحجاب. كانت من أبرز الفنانات المحجبات بمصر، ولكن بعام 2019 فاجأت جمهورها بخلع الحجاب، وهالقرار أثار جدل كبير مثل ما حكينا ودفعها للبكاء بلقاء تلفزيوني، وأكدت بوقتها أنه قرارها شخصي وأنها وحدها ستحاسب عليه.
بلقاء مع برنامج الستات على قناة النهار الفضائية، المطرب المعتزلة حنان فتحت قلبها للجمهور وكشفت عن تفاصيل قرارها بخلع الحجاب بعد ارتدائه لمدة 5 سنين. وأشارت حنان إلى أن الحجاب فرض جميل ويعكس القيم الدينية، ولكن أوضحت أن هناك من يجد صعوبة بالالتزام فيه، وقالت فيه ناس ما بتكونش قادرة عليه، مش بس أنا، وأتمنى ألبسه تاني لأنه حاجة جميلة. حنان حكيت كمان عن تأثير زوجها على قرارها، موضحة أنه رغبة زوجها بخلع الحجاب كانت عامل حاسم بقرارها، وأضافت جوزي قال لي ما تلبسيش الحجاب وأنا مش برمي عليه اللوم، لكن أنا ما صدقت قال لي كده. الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى اللي أعلنت ارتداء الحجاب بعد اعتزال الرقص الشرقي زمان، رجعت بعد عدة سنوات لتخلع الحجاب بدون ما تعلق على هالقرار. زيزي والدة الفنانة منى شلبي كانت ظهرت بعدد من البرامج مرتدية الحجاب، ولكن قرارها بخلعه أثار الجدل حينها، خاصة مع عدم توضيح الأسباب اللي دفعتها لها القرار. هالقصص كلها بتعكس التحديات الشخصية اللي بتمر فيها بعض الفنانات بالتوفيق بين قناعاتهم الشخصية وتوقعات المجتمع، وبتضيف بعد إنساني لها الظاهرة الاجتماعية المثيرة للجدل. كانت هيدي قصص فنانات عربيات ارتديوا الحجاب لفترة من الزمن ثم قرروا خلعه والعودة للأضواء مجدداً. تابعوا القناة لمزيد من الحكايات المثيرة بعالم الفن. إذا كان في فنانات أخريات ما ذكرناهم بالتقرير فيكن تكتبولي عنهم بالتعليقات، كمان اكتبولي عن رأيكم بهالظاهرة، وهل أنتوا مع دعم هالفنانات أم ضد قرار بهيدا الشأن. ما تنسوا تضغطوا على اللايك وتنتظروا الحلقة القادمة. إلى اللقاء. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.